المرة دي هعمل صينية السمك البوري. ده سمك بوري، هعمله معاكم خطوة خطوة وهنشوف هنعمله ازاي. صراحة طعمه تحفة تحفة تحفة، يسهل بقكم. يلا بينا ونبتدي نعمل السمك ونشوف هنعمله ازاي. بص بقى ايه شكله، ايه مستوي وجميل. يلا بينا بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله يحفظ جميعا يا رب يا رب. ده السمك البوري اهو، انا نظفته خالص اهو، خليته فله، شلت الرز بقى، شلت الزعانف من الجناب. هعمله بطريقه مختلفه. دي صلصه، الخلطه بتاعت السمك ايه، هحط عليها شويه ناخد شويه كده على جنب هنا، ومشغله انا الفرن. همسك بقى ايه اللي هي الخلطه اللي انا حطها على جنب دي كده، وهعصها زي ما انتوا عارفين كده، ايه الخلطه اللي انا بعملها ناين ليا اهو، وفي قلب الفتحه اللي انا بحبها، انا بحب اعمل الفتحه دي. طبعا ده مش تخين زي البولتي اللي انا عملته اخر مره. طبعا انتوا عارفين انا شلت الراس ليه، علشان ايه تقضي في الصينيه. بقى كده الفتحة دي طبعا عشان ايه اللحم جوه يتبل. خلصت خالص، فاضل ايه؟ فاضل دي، هحط عليها شوية زيت. ونقطة مية، يعني ندعي مية، لان كده كده السمك هينزل مية. وهقلبهم كده ايه مع بعض، انا عايزاه بقى يبقى شكله مقلمش كده وجميل يعني. بصوا يا جماعة اهو، اتفرج عليه بقى بعد ما يستوي، مفيش هوريهولك يعني. اهو عامله كده اهو، واحطه في الفرن. المره دي مش هغطيه، هسيبه كده عريان. اديني طلعتها من الفرن زي ما انتم شايفين، هي عندنا الفرن متوسط فاخدت تيجي ساعه الا ربع. جميله،
تستاهل بقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وأكلة جديدة إن شاء الله.